زمان عجيب قالوا المسلم مصدر خطر شوهوا صورة الإسلام تاريخنا اندثر من بعد ما كان المسلم له هيبة في كل أرض إذا حضر كل العالم ضد المسلم ساروا يتوخوا الحذر والصهيوني الأعجمي نفذ خطة وانتصر جر الشباب من باب شهواتهم للحفر والعرب وسط البشر ما فيهم من يعتبر ما فيهم من يعتدل ما يحسوا بالقهر راحت فلسطين وراحت العراق والعربي يتفرج لا تأثر ولا ضاق راحت سوريا كأن نفسي باق صار عندنا مناعة نسمع ما نحرك ساق والغربي صار الأمين والعرب أهل النفاق والمسلم بايع الدين منه كثير في الأسواق والعالم يسي المسكين وسابوا حسن الأخلاق كله صار هم وقشين وناس وربي الرزاق عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان عايشين في زمان المظلوم فيه يدان نشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان والنتيجة جيل جديد ما يحتاج اقول لك شذوذ تخلف جاهل فين الاهل عن الطفل فلت عشان ما في كفل طلع شنب بلا شغل ابو عنده تقرر يرش كل شيء تملك مخدرات طاحوا فيها الشباب مواد ما يعرفوها يضربوها بدون حساب يجهلوا العواقب ما قروها في كتاب اسباب كذاب يقولوا مخرج اكتئاب هذا كان مني عتاب لامم ضميرها وغفل فيها شبابها يجري ورا السراب دنيا قصيره قبل ما ندفن تحت التراب وعلى الذهب بلا وداع نغادر الاحباب واتمنى اشوف الشباب من امتي يفيقوا ما احب اشوفهم اذناب كل من غدر رفيقه والدنيا عجب عجاب صار صادق الذاب اذا تبغى الباب امسك درتينك لا طل طريقه عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان بمعدل التقدم الحاصل دلوقتي بعد يمكن 10-20 سنة الفرق بينكم وبين الناس المتقدمين دول هيبقى زي الفرق بين المسانيس والبني آدم دي جريمة جريمة الكسل جريمة الصياع جريمة والكورة مش الكورة مش حاجة والناس دي بتجري مش بس ماشي بتجري عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان عايشين في زمان المظلوم فيه يدان هل سنشهد زمان يصبح فيه لنا شان ونشوف الحق يبان